شفت لك شات وومن شفنا ذاك اليوم ام بربور ايه ام بربور ذنبها مغفور وانتي مثل ما قال ابن خالتي غازي بوجه له تحيه كبيره انتي ام يا ما اي سا 500 تايم إيه انا ملاكي بالفنا ما ابرد وجهك عن جد مو طبيعيه يا بعدين شيل السفره اللي حاطتها عندي شيل السفره اللي معلقتها المدوريه خلصنا غدا والله والجبن يا اصفر شوي جبت يا غزله اخ يا ميش اخ والله انتم متحيرين بحالكم انتم عارفين لا تصيروا بنات ولا انتم عارفين تصيروا شباب انا لو يسمعوا كلامي بس يجيبوا لنا ثلاث اربع دانسر بس ايش لهم ولا طبعا احنا ولا اسمع ما نبغى ما نبغى ثلاث اربع اسمع ما نبغى اربع نبغى اسمع اسمع يجيبوا لنا ثنتين دانسر اوكي وثلاث حبات شورمه وصحنين سلطه هيك نكون خالصين وشويه فلافل اذا ايوه يو اوت اوف ماي لايف دلوقتي انا بتكلم على البوكيمونات انت بوكيمون مش قلت لك دائما تدخلي عصك في شيء ما يخصك ليه كده اللي بيدخل بين البصله وقشرتها ما بلومه غير يا حتى مش باصص لك لازم اتكلم نفسي انا مش قدام الكاميرا طب ما تبقيش عبيط عشان ما اضرب خلاص يا ماما شيلي اللي حطيته وخلصنا غدا فينش دلانش الناس مالهم شيلي لاخر مره اسال اقول الناس مالهم الناس مالهم تفاحة اي لاف يو بس قصرت ليه؟ دي انا عايز الجوابات والدباديب الدباديب تجي لي يلا 20 جنيه اللي كنت واخدها سيديه خلاص 20 جنيه اللي كنت واخدها والدباديب خلصنا غدا يحيى ما تبصش هناك قول الدباديب اسمها هلا بخليها حبيبي او مصر قول لهم ايه كنت قول لهم اوخان تشيل اللي عليها ايكون واحد دكتور واحد كده تخيل بتاعنا لازم عيب عليك اوخان لايك انا بكلمك بس انا المشكله خلصنا زي الاطفال دكتور الموضوع عشان ما يهمش طب انا كنت بكلم مع حد اسمعي انا كنت بكلم مع حد جالي هذا والله مش قادر يقتل مين؟ لا بس هذا قولي له قول لك عبد العزيز تقعد عليه ولا تلف حواليه؟ كثير بشيلك وانت ما بتحترمش نفسك من يوم قبل فضلك يعني بالجزمه لازم تفهمي كرسي يعني؟ لا لا مش كويس تفهمي كده عاد انت ما تصدق تحبي الاشياء اللي زي كده لا يا جليله الحياه انطمي انطمي هو ازاي بيعرف ايه هو نيفر بس بس اسمع لازم تقولها بعم بعم اخوان قولها بعم اخوان لا انت يا وين انا مش هرجع بتمثل علي ابغاها بيور انت يا وين بتحمم ايش فيك هبلة واد 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 ايش فيك اصلا عيالك انا انت And then you kept falling asleep. ايوه يعني then you kept sleeping. What's your name, Abdelaziz? عيش 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 ونطلع لها الماركة بعد. نطلع لها الماركة. عبدالعزيز عزو 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 تعالي انتم انتم قومي شيلي الحق بتاع رقبتك انتم قولي له انتم ايش اسم امك؟ اسمها ايش اسم مامتك؟ مش امك قولي والله يا ربي غريب غريب عجيب مدرسة موقفني ومتنرفز بيقول لي اسم ام عنتره ابن شداد اسمها ايه؟ قلت له اسمها نرمين لا 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 اسوارة والله من هو؟ بدنا مدرس عربي من شغلك حميدة ما اسم أم عن طرف شداد بس ولا كلمة دخل على طول أنا مش عارف اسمه أم مش عارف والله أنا شو اسمه؟ ما أعرفش أنت كنت بتنرفز اسمها رشا وش من اللي عارف النكته حقت اللي يقول لك مدرس حط اختبار نرفز اوكي كنت بتنرفزهم حط اختبار يا سراج سراج شخصيتي في الفصل قول قول يا كانت تبقى ان الولد العاقل مع المدرسين بس كنت انا من وراه اصلا الكارثه كنا انا واصحابي دايما كنت انا امسك امين الفصل والحاجات دي سمعت سمعت النكته اللي يقول لك مدرس مدرس احدى المواد ظاهر علوم او شيء اللي فيها حيوانات You know that I still can't believe I'm sarcastic. Oh, you're talking to him as well? No, I'm talking to him. أنا بحكي للعالم كله. I'm sorry. And you must listen. And you must close your nose. مش عادنا الباسكت. لا no. كمل يا عم. ربيح ممكن توطي شوية؟ يبقى صوت.
يقول لك مدرس، مدرس علوم. رميح الصوت، مدرس علوم. طب رميح، رماح علوم. ممكن الصوت. خلاص انا برفع صوتي ما عندك مشكله. علن انت واد اسمك ميشيل. علوم في يوم الاختبار يلا حط الطلبه كلهم يلا الناس. شكرا خلك عندنا واد دابا تروحي ماشي شو اللي قاعد يلا طلع اسمي من رجلي خلاص. طبعا انت مش عارفه ايه الموضوع. لا فهمت. تعال جاب الريق. ايه ايه انا قلت بيانو بيانو. فهمت. وحياتك بيانو. وحياتك بيانو. هياخذوه على تونس بالطياره. بيانو او ينزل عندي على الشام بعدين بيجي بياخذ. لا درامز ماكو غير الحل. ماكو غير الحل. زي ما عشان انت رايك هون يمكن درامز او والله اذا ربحت شيء نزلوا على الشام. ننزل على الشام سوا وبعدين نطلع على الاردن. اي والله نطلع سوا على الاردن. اصلا اسمع على نهايه البرنامج مو يكون صيف؟ ايه اكيد. خلاص معناته اهلي راح يكونوا في الاردن، انا راح اروح على الاردن. فندم ذهب. جيبوا لك اول مان